الجمال ونفحة طياب الهبو إلا الرواب اللي يهيم بها السحاب والجمال ونفحة طياب الهبو يا شق الأيام ما ننساها ناها الحياة مال نتجدد معها يا شق الأيام ما ننساها ناها الحياة مال نتجدد معها نبذر الأحلام في بلادي ونجني خيرها خير بمدنها وبقراها نبذر الأحلام في بلادي تجمعهم محبة وناس تجذبهم مصالح نختلف والدم واحد بس لابد انتصالح ومن طمع تاري يضيع ما جماع يندم الظالم على فعله ويتوب ومن طمع تاري يضيع ما جماع يندم الظالم على فعله السلام ورحمة الله. هلا بالعم عبد الله. هلا بيك عم عبد الله. كيف حالك؟ تفضل سريع تفضل. كيف حالك؟ كيف الصحة؟ الله يسلمك. ان شاء الله بخير. الله صحة وخير ان شاء الله. الله يخليك يا رب. يا جماعة انا اسف على التأخير. لا العفو يا عم عبد الله، بس قلقنا عليك شوي. لا لا الحمد لله انا بخير. لا الحمد ان شاء الله. الظاهر انه العم عبد الله فقد حماسه للعمل. لا اكيد مو هذا السبب. شوف يا جماعة، الفيلم هذا روحي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أني أتوقف عنه إن شاء الله. أنت الأصل يا عم عبد الله، وجودك معنا هو اللي يعطينا الحماس والثقة في أنفسنا. أكيد طبعا. الله يبارك فيك يا ولدي، الحقيقة بدون وجودكم إحنا ما نسوى شيء، يعني أنتم الشباب أنتم الأساس. أيوة هيك، اعترف أنك تعبت من الروحة والجية وأنك عجزت وشيبت. لا يا جماعة ما هو لهذا الحد، بس رغم أن هالموضوع هذا ما هو تحت إرادتي، بس لازم أقول لكم عنه. عسم خلاف يا عم عبد الله، طمني. لا شر إن شاء الله، بس يا جماعة موضوعي الحقيقة ودي أقول لكم عنه، بس أرجو إنه يكون سر بيني وبينكم، وخصوصا ولدي خالد
وبنتي وزوجها محمد. حقيقة خوفتني عليك، ترى أعصابي ما أتحمل. يا جماعة بكل صراحة أنا مريض ومعاي القلب ولازم أعمل عملية بأسرع وقت ممكن. طبعا هذا الشيء ما أبغاه يأثر على العمل، ولازم يتم العمل والتصوير حسب ما هو مخطط. لكن يا أبو خالد صحتك عندنا أهم من أفلام الدنيا كلها. اللي بحكيه سمير صحيح يا أبو خالد. يا ولدي الفيلم هذا هو صحتي، هو حياتي، هو دنيتي، ولازم يتم بأي شكل من الأشكال حتى لو كان على حساب صحتك. يا جماعة أنتم الخير والبركة، ويكفي أني خبيت على أولادي وأسرتي وجيت بلغتكم أنتم، دليل أني أنا مهتم في الفيلم، والفيلم هذا لازم يتم بأي شكل من الأشكال. لكن يا أبو خالد. يا ولدي لا لكن ولا شيء، الفيلم هذا زي ما قلت لكم أنا مصر لازم يتم بأي حال من الأحوال، ومن الناحية المادية والمعنوية أنا حاضر فيها. وبعدين يا أخي وش دراك، أنت تعلم الغيب، يمكن الله سبحانه وتعالى يمد في عمري وأجي أشارككم لآخر لحظة، لآخر لقطة بهالفيلم. توكل على الله يا أبو خالد، توكل على الله، اللي بدك إياه راح يصير. وبتبقى يا أستاذ عبد الله أنت روح العمل، وأنتم نبضة يا عيالي وشريانه وعموده الفقري. ولا يهمك يا أبو خالد ولا يهمك، إن شاء الله رايحين نكون عند حسن ظنك. يمه الوالد سافر الرياض. الله يستر عليه. يا أم خالد تكفين اسمعيني شوي يمه، يعني حرام عليكم بعد هالعشرة الطويلة يصير بينكم كذا، لازم واحد منكم يتنازل شوي، لا تيبسوا رؤوسكم يمه. تدري أحسن شيء إني أروح غرفتي. يمه تونا بدري. يا أم خالد يمه. خالد صاير ما أدري، جبت سيرت أبوي وزعلت. ألو هلا هلا يبا، هلا بالغالي، مبروك مبروك، ألف مبروك. إيه لحظة لحظة، هذا هو خالد يبغي يهنيك. لحظة لحظة يبا، الحين جاي يبا الحين. كل ده موجود. يلا يلا بارك. هلا عمي، هلا هلا هلا، ألف ألف مبروك إن شاء الله من كل مال ومن هالعيال. أي سم تبيني أجيك المطار؟ طيب على راحتك، مع السلامة. ليش تقولين أنا موجود؟ إيه أبوي لازم تهنين. الله أبوك مو بسهل. طبعا خطب وتزوج وجاي اليوم بعد، ولا يبي أحد يجيبه من المطار. هذا أبو حصة. أقول يا أستاذ يوسف تفضل، اليوم ترى آخر تصوير لنا. حبيبي اليوم مش آخر يوم تصوير. ليش طيب؟ لأنه لسه ما خلصنا. يعني وش بقالنا يعني؟ حبيبي إحنا بنساوي برنامج سياحي، عارف يعني برنامج سياحي؟ يعني ما بيخلص بيوم وليلة أو أسبوع أسبوعين، في عندك مناطق ومنتزهات وجبال ووديان بدنا نزورها كلها، ونعرف شو العادات والتقاليد في المنطقة هذه، وإيش كيف يلبسوا، كيف بيوكلوا، كيف بيتعامل مع الناس، وإحنا وجدنا فيها أشياء جميلة في ناسها وطبيعتها، فليه ما ننطيها حقها؟ خلاص يا عروسة وأنا في انتظارك. الله يوفقك يا أختي يا مريم، بس عاد ها لا تتأخرين علينا، إحنا ننتظر نشوف عروسة الموسم. يلا حبيبتي مع السلامة. ها من اللي على التليفون؟ هذه اختي مريم، اليوم جايين من السفر. ما شاء الله تبارك الله، تصدقين عاد انظافر هذا مو بسهل. انا ما ادري وشلون اقتنعت فيه اختك رغم انها تقدم لها اكثر من واحد ولا وافقت عليهم. النصيب النصيب يا ابو عبد الله.
لك محبوبي دار خلي داري مع خطاه دروبي مرحبا ألف الله يحييك في بيتك تفضلي يا مريم تفضلي أول شيء اسم الدلع مريوم وثاني شيء اسم دلعك ظفوري ظفوري اللي كان شيء وشويات صار اسمه ظفوري حياك والله مالك ضارب من تنومه الى حلبه تفضلي تسلم يلا انت حفظ القمر يا رب والله والله لا في مثلك اقول يا ظفوري وين المطبخ علشان اسوي لك شيء من يدي انت اليوم ضيفتنا اول مره تدخلي البيت ارتاحي فوق وخلي كل شيء علي لا والله مستحيل انا راح اسوي لك الشيء ابشري ابشري بس تفضلي ارتاحي ويصير خير ان شاء الله انت صابر انت السمر والعسل والمشروطه الله يحييك اقول انت اطلعي ارتاحي فوق وانا عندي الشقق المفروشه تي ابغى لها متابعه فبنزل لتنومه واعدي الظهاره والنماص وحلبه متوزعه الشرقه خلص وارجع لك هوا خل بالك على روحك يا ظفوري سمي عشر دقائق نص ساعه ان شاء الله اكون عندك ظفوري لا تتاخر علي طيب على خشمي مع السلامه مرحباً ألف مرحباً ألف حياكم الله الله يحييك يا أختي يسلمك مرحباً مليون مبروك ألف مبروك يا مريم والله يوفقك إن شاء الله مع أبوي على فكرة يا حصة أختي كثير طيبة بس مشكلة زوجها الأولي هو اللي ما كان زين معلش برضو هو أبو أولادي الله يستر عليه يا سلام يا سلام على الكلام الحلو خالتي مريم الله طالعة منك حلوة خالتي مو كذي اختي طبعا وبعدين يا حصة هي لازم تقول لك الحين خالتي لأن هي زوجة أبوك وهو في مقام أمها إن شاء الله بس أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله اشرب عصير يا أمي تفضلوا تفضلوا سلمي تفضل السلام عليكم ممكن ادخل النسيب قصدي سعادة مدير المشاريع وعليكم السلام ورحمة الله بعدين يا عم ظافر المكتب مكتبك والمكان مكانك انت تدخل من غير استئذان عودنا فيها ما انت تقول لا عاد تدخل لحد ما تدق الباب هذا اول والاول تحول خلنا من هالموضوع الف مبروك يا العريس الله يبارك فيك الله الله محل الزواج ولا عمه تفضل استاذ يلا حيا الا اقول لي وش اخبار الوالد والله يا عمي على خبرك الوالد إذا كان عندي شغلة مهمة يقفل جواله ولا يرد على أي أحد يقول أحب أركز في الشغلة اللي بين إيدي ولا يشغلني عنها أي شيء طيب افرض احتجتوه ما رضى أحد فيكم ولا شيء كيف تكلموا والله عاد هذه أوامره الله يرده بالسلام وبعدين هو قاعد يتصل فينا كل يومين أو ثلاث الله يرده بالسلامة لكن في موضوع قبل ما أنسى بقول لك عليه اليوم كنت في البنك وشفت محمد ولد عمك هذا اللي زوجته اختك هو واحد من عمال مزرعة ابوه الله يرحمه محمد وعبد الباسط سوا في البنك لا يا عم ظافر يمكن محمد جاي يودع فلوس للشركة وهذا قاعد يحول قرشين لها لا لا يا زول بنتي فكرتك اذكى من كذا بكثير خاصة انك تعرف ان حساباتي انا في بنك ثاني ما هو في بنك شركتكم وش تقصد يا عمي بالضبط؟ اللي أقصده يا خالد أن محمد هذا اللي أبوك واثق فيه قاعد يلعب قاعد يلعب من وراكم وناوي يلها فلوس الشركة واللي أكد لنا لما شافني هو عبد الباسط تقول جني طلع لهم تلطموا وسووا روسهم في الأرض لما شافوني Thank you.
هذه هي المحفار؟ هذه هي المحفار. الله 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 الله. راشد. نعم. شو أخذت؟ أخذت لقطة أولى؟ أيوة أخذت لقطة أولى. لقطة ثانية؟ لقطة ثانية بعد. أيوة. أوكي. أخذت القلعة هذه؟ لسه. أوكي. كراكيت؟ قلعة. اسمع. إيه؟ أو أوكي أوكي. اسمع. أوكي. شايف أوكي. شايف القلعة؟ نعم. شايف التاج هذا اللي فوق زي شكل التاج؟ نعم. ها القمة تبعتها؟ نعم. منها. زوم اوت مع بان ناعم 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 مسفوح الجبال هذه كلها. اوكي اوكي يلا. اوكي كراكيت. اوكي مونيتور مونيتور. اوكي مونيتور 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 جاهز جاهز. اوكي 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 كاميرا ران. ثانك يو. ستاند باي كاميرا ران ران. 5 4 3 2. قاعد يخطط على ثقيل ناوي يلهف الشركة من وراكم، بس مصيره ينكشف ومصيرك تتأكد من كلامي وانا عمك. يعني المدير المالي طلع حرامي ها؟ وخاين خاين لأبوك الطيب اللي فضل حتى عليك انت واختك وزوجه بنته، وهي المسكينة قالت تعال ابغاك تدير اموالي في الشركة ونصيبي. اذا ما سرقها يا شيخ، اذا كان ما قد سرقها فناوي يسرقها، لكن خلها لربك. ترى خانك انت، انت ما انت لحمة ودمة، خانك. انا كنت كارهة من اول، وكاره دخولها الشركة. لا، واللي قاهرني اكثر ابوي. ابوي مفضله علي انا يا عمي ظافر، انا ولده اللي من صلبه. سكت وتحملت علشان ارضي ابوي، لكن الحين لا، بعد ما كشفت خيانته وسرقة الأموال الشركة اللي هي أموالي أنا في نفس الوقت، أقدر أقول لك مشكور. مشكور يا عم ظافر على هالهدية. أنت الحين أعطيتني سبب يخليني أفع صبيري دي. يا عبد الله يا صاحبي، أو يا أخوي بلا صح، وأكثر من أخوي. وش أقول لك بس؟ أنت حملتني حملا لا يحتمل، حمل صعب صعب. أنت أبو خالد حطيتني في موقف مثل ما قالوا بين نارين، نار أخوتك وثقتك فيني يوم أنك أعطيتني وأمنتني على سرك وخليتني ما أعلم أحد بحالتك، ونار أولادك وهلك اللي لو صار لك شيء لا سمح الله واعرفوا اني كنت ادري ولا علمته ما راح يسمعوني طول العمر. يا عبد الرحمن، غير قاعد تتذكر ذكرياتك وتلوم نفسك وبس. طيب ليش ما تسافر ورا اخوك ورفيق دربك وتوقف جنبه وتساعده وتطمن عليه ويكون تحت نظرك وتدعي الله له إنه يشافيه ويرجع سالم لأهله وربعه؟ أنا لازم أسافر عند أخوي، لازم أصير جنب أخوي أبو خالد. إن حصل يكون رفيق معه في هلا والله مرحبا، ما حصل فأنا بإذن الله ما راح أخليه. خل أزمر على أم عبد الله وأعلمها. ألو أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا وغلا. خير يا عيوني، خير يا وجه الخير. أبد ما في إلا سلامت. أنا الحقيقة يعني حبيت أعلمك أنها جتني سفرية مستعجلة. شنو؟ سفرية مستعجلة؟ أي أم عبد الله، ما تحتمل التأجيل،
طيب ممكن أعرف على وين هاي السفرية المستعجلة؟ الرياض، الرياض يا أم عبد الله. السلام عليكم خالد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين دكتور. ها شلون شوك مسرح؟ إيش فيك؟ لا يكون عندك شك في العملية ولا نسبة نجاحها؟ لا أبدا يا دكتور، الأعمار هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وبعدين يكون بعلمك يا دكتور، الخوف هذا عمره ما مر على قلبي، وخصوصا الدكتور اللي بيشرف على العملية من مثلك وأمثالك من أولاد البلد. الحمد لله أشوف معنوياتك مرتفعة، تبارك الله، مبينك أنت حديد. عشان كذا بقول لك إنه بكرة إن شاء الله الساعة 10:30 نبي نسوي العملية. أبغاك الآن تنام كويس ولا تفكر بالهواجيز والشغلات هذه، تمام يا أبو خالد؟ أتركك على خير. ها لقطة 5 مشهد رقم 5 اوكي. قمة الجبل الهرمي ده اوكي من هناك وبان ناعم. هلا والله بتوفيق. هي توفيق الحمد لله. اقدر اقول لك الحين اني ارتحت، الفار طاح في المصيده. الخسيس استغل ثقه الوالد فيه اللي سلمه الخيط والمخيط في الامور الماليه وخلاه يسرقنا وينهبنا وينهب الشركه على كيفه. الحمد لله انك صرت تعرف الموظف اللي يشتغل في البنك اللي حاط فيه حسابه، لا وفاتح له حساب في بنك ثاني غير بنك الشركة. إيه لو عمي ظافر فتح عيوني وعلمني بالسالفة كان الله العالم وش اللي صار فينا. طيب يا أستاذ خالد، وش أنت مويت عليه الآن؟ بكرة، بكرة يا توفيق أقول لك وش اللي نويت عليه. بكرة آخر يوم للأستاذ محمد في هذه الشركة، مبروك. الله يبارك فيك طال عمرك. يلا مع السلامة. مع السلامة. شنطك طال عمرك. شكرا. ولا وديها لك لحد سيارتك. لا 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 تسلم، انت روح شوف شغلك. ابشر طال عمرك. يلا. ما بقي الا هي صحيح اشيل شنطتك. رح والقلب يدعي لك. وانا وشهلي جعلهم يتذابحون فيما بينهم. انا الزم ما علي في هالدنيا هالبنك المتحرك. أغرف منه متى ما أبغى وفي أي وقت أبي. وصدق المثل اللي قال توفي ومن بعدي الطوفان. موسيقى
احمد في شيء؟ لا الظاهر العسل مو معاي بالمره. محمد واللي يرحم والديك انا مو فايقت لك. انت نام الحين وخلني انا. ما ادري ايش فيني، مو جايني نوم. مو جايك نوم؟ خير ان شاء الله. ما ادري يا محمد، بس انا حاسه ان قلبي من قبض وفي شيء جاثم على صدري، ما ادري ليش. تعوذي من ابليس يا سلوى. قومي انسدحي وغمضي عيونك ولا تفكرين بشيء، واكيد بيجيك نوم. يلا قومي. اقول يا محمد، انا حاسه ان ابوي في شيء. يا بنت الحلال ذكري الله وتركي عنك هالافكار. وبعدين عمي اول مره يسافر، يا ما سافر بالايام والاسابيع وخاب، بعدين كلها يومين مسافر. ما ادري يا محمد، بس انا حاسه ان سفرته هذه غير. ولا ايش معنى الى الحين ما اتصل فينا؟ جواله خربه ما قدر يصلحه، ما مدى يشتري غيره، انشغل مع فريق التصوير. يا سلوى صدقيني عمي ما في الا الخير، تفائلوا بالخير تجدوه. ما تدري يمكن الليله جينا داخل علينا بشحمه ولحمه، ولا بكره الصبح جاي ويصير كل تفكير جاده ما له داعي. يا ليت يا محمد، يا ليت. الله يسمع منك. تعوذ من ابليس يا سلوى وذكري الله، وان شاء الله عمي ما في الا العافيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحبيب. هلا وسهلا. هلا بالطيب. هلا بأخوي. الله حيه. شلونكم خالد؟ عساك طيب. الله يسلمك. الله يرضى عليك. عسى ما شر، عسى ما شر. ما يجيك الشر. الحمد لله شكرا. فيها شيء لجيت لمك عدنا؟ يا أخي روعتني قلت لي يكون شيء صار ولا شيء. لا ولا الحمد لله امور زينه. الا انت طمني بس الدكتور وش قال لك ان شاء الله؟ يا ابن الحلال كل شيء ان شاء الله زين، بس انت وش جايبك؟ ما ادري وش اقول لك ولا اخوك. عسى العيال ما فيهم شيء. لا 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 العيال الحمد لله بخير والف الف خير، بس انا وانا اخوك ما جاز لي ولا ارتحت اني اشوفك بهالمحنه ولا اقف معك. في الحاله هذه قررت اني اجي على اول رحله للرياض. لا يكون يا ابو عبد الله احد درى ولا شيء. ابو عبد الله ارجوك، يعني ارجوك خلي السر في بير. هذا انت يا اخوي لازم تكابر ولا تبي احد من عيالك يعرف باللي فيك. ابو خالد انت رجال واعي وعارف ومدرك ان اللي فيك هذا موقف صعب ويحتاج الى وقفه الجميع معك، وبالذات عيالك. إيه بالذات عيالك، لأنهم عزوتك ويمناك وهذا وقتهم وحزتهم. أبو عبد الله أنا ما أبغى عيالي يدرون أبدا أبدا، وخصوصا خصوصا بنتي سلوى. بنتي سلوى مثل ما تعرف دكتورة وتعرف مخاطر العملية هذه اللي أنا بسويها، لذلك أرجوك ما ابغى احد يدري. اليوم حلوه وشاطره وزي القمر، ايش قلت لي اسمك؟ ساره حسام. ماشي يا استاذه ساره. دكتوره لو سمحت، لانه انا ابغى دكتوره لما اكبر. خلاص ولا يهمك، ماشي يا دكتوره. الدكتوره هي اللي تعالج المرضى مو كذا؟ ايه. خلاص ما دام كذا انت لازم تنامين تشربين وتاكلين كل شيء كويس، ولا تسوين شطانه بالبيت. طيب ماشي. تفضلي اخذي هذه وصرفيها بالصيدليه. مع السلامة. مع السلامة. اسم الله اسم الله يخزي العين، شو هالجد اليوم يا دكتورة؟ تسلمين تسلمين يا دكتورة. الحمد لله اليوم خلصت ما بقى فيه ولا مريض بانتظاري. أهم شيء مراعاة ظروف المريض. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. اللواء عبد الله بن محمد آل سعيد، قصدي أبوي. يا يوبا يا حبيبي، ما تعرف اتصالك هذا ايش سوى فيني. المهم يا بنتي يا سلوى لا تنسيني بالدعاء، انا بأمس الحاجة لدعائك. يوبا انت فيك شيء؟ ما ادري انا حاسة ان صوتك ما هو طبيعي. يوبا انت تعبان فيك شيء؟ لا يا بنتي ما فيني شيء، الحمد لله انا طيب ولا فيني شيء. يا ما
ما يصير يا بنتي، يعني الواحد ما يطلب الدعاء إلا أنه في شيء؟ لا أبدا، الحمد لله أنا هداني ما أبدا أنقز مثل الحصان والحمد لله. إيه بنتي سلمي لي على نفسك وعلى أهلك كلهم، لا تنسين أحد زين يبا؟ يلا مع السلامة. المحبة آخر هموم.